جزاكم الله خيرا. أخيرا تقول بالنسبة للزيوت الطبيعية إذا استخدمت على البشرة بالنسبة للمرأة والشعر، هل تمنع وصول الماء إلى البشرة أثناء الوضوء أو الغسل من الجنابة؟ الزيوت والأدهان لا تمنع وصول الماء إذا كانت على الشعر أو على الجلد، لا تمنع من وصول الماء، لأن المقصود جريان الماء على العضو ولو كان عليه زيت أو عليه دهن. إنما الذي يمنع الشيء المتجمد، الشيء المتجمد الذي له جرم كالبويات والأصباغ المتجمدة، هذه هي اللي تمنع، أما مجرد الدهن هذا لا يؤثر. نعم.